الجلسة عاوتاني أخوتي تأجلات حتى الخميس الجاي، وهاد التأجيل أخوتي ديال الجلسات راه والله ما كيبشر بالخير والله العظيم، ومازال غتشوفوا لأن القادم مازال صادم. شوفوا غير يونس الزاكي أخوتي بين عشية وضحاها تضرب سنين، وكان حكم صادم بالنسبة لمجموعة ديال الناس اللي كانوا متابعين هاد القضية منذ البداية، لأن أخوتي هاد القضية أصبحت قضية رأي عام وقضية مثيرة للجدل في المغرب، لأنها كتشمل عدة جرائم من الدرجة الثانية والثالثة. راه تبارك الله قبل العيد الكبير وهما محبوسين، دابا كيتسماو أنهم في السجن الاحتياطي ما دام الحكم مازال ما صدرش في حقهم. وبالنسبة ليونس الزاكي راه تصدر في حقه حكم ديال 6 سنوات بقضية أخرى اللي ما عندها تشي علاقة بقضية نادى حسي ونزار سبيتي. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى ان شاء الله تكون صحتكم مزيانه وتكون احوالكم طيبه ويكون المورال ديالكم على احسن ما يرام. الله يسهل عليكم، الله ينصركم كاملين كاع الناس اللي كيتصنتوا الفيديوهات ديالي. كنتمنى يا ربي ندخل عليكم دائما بالخير وبالتيسير وبالاخبار الساره ان شاء الله، واي حاجه تحطوا فيها يديكم ان شاء الله ييسر فيها الله سبحانه وتعالى، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. وما ننساش بطبيعة الحال أنني نشكر الناس اللي كيخليوا لي التعاليق الزوينة، كيدعوا معايا بالخير، كيدعوا مع الوالدة بالشفاء، كيسولوا فيا. والله العظيم إلى بعض المرات ما كنقدرش أنني نجاوب على كل تعليق على حدة، ولكن كندعي يعني في البلاصة كنقول مثلا سيري الله ينصرك، سيري الله يعطيك كل ما كتمنيه في خاطرك، كما خليتي لي مثلا هذا التعليق الزوين ولا دعيتي معايا ولا تمنيتي لي الخير ولا دعمتيني، ربما الفيديو ما عجبكش كمضمون، ولكن كتقولي هذا السيد ربما راه كيبحث كيجيب معلومات كذا الله يسهل عليه. الناس دابا اللي كيتابعوني راه ولاو كيعرفوا الظروف ديالي، والحمد لله ما كنبغيش نتشكى عليكم بزاف، الحمد لله والشكر لله، والله يدير شي تاويل للجميع ان شاء الله. المهم اخوتي غنحاول انني ندخل معكم مباشره في صلب الموضوع، لانه بزاف ديال الناس كيقولوا لي ما تبقاش تطول في المقدمه، ولكن اسمحوا لي راه ما يمكنش ندير الفيديو بلا ما نشكركم، بلا ما ندعي معاكم، بلا ما انا نتمنى لكم الخير. الناس كلهم اللي كيخليوا لي تعاليق زوينه ما يمكنش اخوتي ما نجاوبهمش فاش ندير شي فيديو جديد، لانني بعض المرات كيفلت لي شي تعليق او لا ما كنجاوبش على كل شيء. ضروري ما ندعي معاكم، وكندعي معاكم من القلب الخالص والله القسم ربي شاهد عليا، لانني بالفعل كنبغيكم وكنعتبركم عائلتي والاصدقاء ديالي، وغنبقى ندعي معكم دائما وابدا مادام كتسمعوا هذا الصوت. الله ينصركم، الله يحفظكم، الله يبعد عليكم شر الخلق يا ربي، وفاش ما حطيتوا يديكم ان شاء الله تربحوا وتفلحوا، الله يسهل عليكم. كنتمنى لكم كل خير في حياتكم والله القسم، الحمد لله قلبي بيض واللي عطاه سيدي ربي ما كنحسدوش ما كنغيرش منه، لانني كنامن بان الله مفرق الارزاق في الدنيا، وربي لم كتب لك شي رزق راه ما يمكنش لواحد اخر يحيدو لك، ولا ربي مكتب لواحد اخر الرزق راه ما يمكنش انت تحيدو ليه، غتبقى غير تطعن والحسد غياكل لك انت بعد الحسنات ديالك. فلهذا الحمد لله راضي باللي عطاني الله، وانا فرحان معاكم انني دائما كنقدم لكم فيديوهات، التفاعل ديالكم كيفرحني، الله يفرحكم يا ربي دنيا واخره. سمحوا لي اخوتي ولكن هذه المره راه بصح غندخل معكم مباشره في الموضوع. الجلسه مره اخرى تاجلات هذا الخميس عاوتاني، لان الخبره الطبيه ديال نزار السبيتي باقا ما وجداتش، وهذا الموضوع راه ديجا هضرت عليه اخوتي. المحامي ديال نزار السبيتي داير كل ما في جهده باش يثبت ان الموكل ديالو نزار سبيتي ماشي في كامل قواه العقليه. يعني السيد اخوتي الا بغيت ندرج معكم يعني مخلخل شويه، يعني مريض عقليا، يعني ما واعيش 100% بالتصرفات ديالو، وهذا الشيء راه غير باش يخفوا عليه شويه الحكم، لان نزار اخوتي كما كيقولوا راه نيه وحراميه. وكانت اخوتي في كل مره الجلسه كتاجل بسبب هذا الموضوع اللي كيتعلق بطبيعه الحال بالخبره الطبيه ديال نزار، لانه رايجه بعض الهضره في الكواليس كتقول بانه مودي كان عندهم مشكل في الفلوس، الفلوس ما كانوش واجدين باش انهم يحيلوا نزار سبيتي اللي كيتعتبر طرف رئيسي في هذه القضيه على الخبره الطبيه
العقلية. ومن جهة أخرى خوتي، تم الطعن شحال من مرة في الخبرة الطبية العقلية ديال نزار سبيتي، لأنه المحامي ديالو اعتبر أن نتيجة الخبرة الطبية ديالو ما عطاتش النتائج المرجوة، وأنه بالتالي إلى تعودات الخبرة الطبية العقلية ديال نزار يقدر زعما المحامي يخرج بنتائج مرضية، نتائج مرجوة اللي غتبت أن نزار عنده مشكل عقلي، وبالتالي غيتخفف عليه الحكم، لأنهم كلهم إلا بغينا نهضروا بالمنطق هابطين للحبس أخوتي. وعليها أخوتي الجلسة تأجلات مرة أخرى الخميس الجاي الموافق 26 نوفمبر، عاد غتعقد الجلسة. وسمعت ضيرة واحد نقنقة اللي أنا ماشي أكيد منها، غيكون الحكم يعني بواحد النسبة ديال 70% تقريبا يقدر يكون الحكم في الجلسة الجاية على أطراف النزاع، لسواء على نادى حسي، نزار سبيتي، ولا على الشاهدتين وحتى يونس الزاكي. وإلا باقين عاقلين معايا أخوتي، في بداية هذا الفيديو قلت لكم أن القادم غيكون صادم للأسف على هاد الأطراف كاملين ديال هاد القضية، خاصة نادى حسي. دابا هاد الجلسات اللي كيتأجلوا راه ما كيتأجلوش غير هكاك، القاضي أو القضاء أو السلطات أو المحاكم أو المؤسسات راه ما عندهم كما كنقولوا لا ناقة لا جمال في أن هاد الجلسات يبقاو يتأجلوا. يعني هما ماذا بهم أنهم يصدروا الحكم على هاد الأطراف ويخليو كل واحد يمشي يقضي العقوبة السجنية ديالو كيف ما بغات تخرج بطبيعة الحال حسب التهم المنسوبة إلى كل طرف على حدة. ولكن المحكمة الابتدائية بموجب القانون مخلية حتى هي هيئة الدفاع دير العمل ديالها على خطرها. بغيتوا الطعن زيدوا مرحبا، بغيتوا تأجيل زيدوا مرحبا، بغيتوا التماس مهلة على وعس الأطراف يتنازلوا لبعضياتهم باش يخفف الحكم زيدوا مرحبا. علاش أخوتي هذا الشيء كامل؟ لأنه كما قلت لكم في بداية هذا الفيديو، الأطراف الرئيسية في هذه القضية تابعهم واحد الحكم اللي قاسي بزاف، خاصة نادى حسي. وهذا الشيء راه ما كيعنيش أخوتي من خلال هذا الفيديو أنني لسوا أنا ولا الناس راه كنتمنوا ليها واحد المصير اللي خايب بزاف، لأنها كتبقى حتى هي في آخر المطاف باش ما يكذب عليكم حتى شي واحد أخوتي ضحية للأم ديالها قسما بالله العلي العظيم. راه غير شي فيديوهات في الأخر راه قريودة كتعترف بفمها أخوتي كتقول وأنا بنتي كانت معيشاني أميرة الله يسهل عليها. يعني ما يمكنش انها تقول الله يسهل على هذيك البنت وتسكت، كانت معيشاني اميره داكشي علاش الله يسهل عليها. يعني اخوتي كما قلت لكم في واحد الفيديو، الحب بين قريوده وبنتها نادى حسي فهو حب مشروط، يعني واحد الحب اللي مقرون بشرط، جبتي لي الفلوس انا راضيه عليك الله يسهل عليك، عيشتيني اميره انا راضيه عليك الله يسهل عليك. هذاك الشيء علاش قلت لكم اخوتي هذا حب مشروط للأسف، لأنه نورمالمون الحب ما بين الأبناء والوالدين خاص يكون حب لا مشروط بدون شروط. وكما كيقول واحد المثال مغربي، إلى خناز اللحم كيهزوهم ليه، ماشي صافي دخلتي للحبس ما بقى أدسنس، ما بقى فلوس، ما بقى تيك توك، ما بقى حتى شي حاجة، صافي أنا ناسياك، نمشي عندك للزيارة الوقت اللي بغيت، ما عنديش 1000 درهم نديها لك، شوفي بوباروكا إلا عطاوه المحسنين في الخاص وهذاك ما عطاوش على خاطري، خليني نخرج بالطوموبيل نطوطح، وهادشي كتعترف فيه بفمها اخوتي. راه هذيك المراه اللي هي قريوده بطبيعه الحال راه ما عندهاش الكماره علاش تحشم، ما عندهاش فين ترقد اخوتي، عمرني ما شفناها كتصلي هازنا شي تسبيح تدعي مع بنتها كتقرا شي ايات قرانيه، غير الكذوب وغير المعاطيه وغير تخسر الهضره وغير كتدعي في صحاب القنوات وتتقول لك ما تيقوا صحاب القنوات نتيقوك، غير انت الكذابه اللي دايره اليد مع ابو باروكه وكتقولي لي عيط ليا في وسط الفيديو وانا غندير مكبر الصوت وتدير راسها ما عارفاش بارلور، هذا بارلور لا بارلور، سيري الله ياخذ فك الحق، لقيتي الناس غشام وكيتيقوك والله العظيم، كون جات عليا انا كل شيء يخرج من عندك باش يربيوك ويخليوك عبره لمن يعتبر، لانك انت هي سبب بنتك في هذا المصايب كلها.
بهذا القدر اخوتي كنكون وصلت معاكم لنهايه هذا الفيديو. كنشكركم بزاف 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 على المتابعه. الله ينصركم، الله يحفظكم، الله يعطيكم كل ما كتمناو يا ربي. اللي عندها ولا اللي عنده شي امنيه في خاطره يا ربي يحققها ليه. والله يرحم ايمان اللي راكم عارفيني على من كنهضر، اللي كانت فنانه وتابت على تشياخ، الله يرحمها. من هذا المنبر شفت لها بعض الخرجات الاعلاميه ديالها، انسانه طيبه يا ربي ترحمها. ايمان سمحوا لي غير غنفكر، واخا ما خصنيش نقول تسونامي، غير فكرت ايمان الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات يا ربي. ماتت البارح واليوم صابه الشتاء في كازا، فالخير عليها، الله يرحمها والله ينور قبرها والله يرحم جميع موتى المسلمين يا رب. كنبغيكم بزاف، الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا وكاع اللي كيتفرج فيا وكيدعمني. بغيت ما يسالي الفيديو ديالي، واي مره كيتفرج فيا ما يسالي الفيديو ديالي حتى ربي يبدل ليه حاله من حسن الى احسن. الله يعاونكم ونتلاقاو في فيديو جديد عما قريب. الله يعاونكم.